أكد عدد من الأطباء في الصفوف الأمامية على ضرورة إكمال جرعات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا بحسب الجدول الزمني، بهدف استمرار المملكة في جهودها المتواصلة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة. ضمن الحملة الوطنية للتطعيم، يواصل أبناء المجتمع على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا للحد من انتشاره، وذلك من أجل حياة صحية وآمنة. ففي هذا السياق حث عدد من الأطباء في الصفوف الأمامية المجتمع ككل على ضرورة إكمال جرعات التطعيم بحسب الجدول الزمني لفعالية اللقاح وضمان السلامة العامة. الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19 لا زالت قائمة، وذلك للوصول لأعلى درجات المناعة المجتمعية. ولذلك ننصح الجميع بضرورة المبادرة للتسجيل وأخذ اللقاح مع الالتزام بالفترات الزمنية المقررة بين جرعات اللقاح من أجل الوصول للهدف المنشود وعودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق المناعة المجتمعية. من فوائد التطعيمات المضادة لفيروس كورونا هي أن تقي كمان وتخفف من شدة الأعراض في الحالات القليلة التي ممكن أن تصاب به. في مملكة البحرين قد توفرت اللقاحات التي أثبتت مأمونيتها، فمن هنا نحث جميع المواطنين والمقيمين على المبادرة والحرص على أخذ جرعتي التطعيم، خاصة كبار السن، الحوامل والمرضعات. هذا وأكد عدد من الحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا على إعجابهم بسلاسة الإجراءات وسهولتها، مع مراعاة الجميع الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وحرصهم على تلقي اللقاح منذ إعلانه لمساعدة فريق البحرين في عودة الحياة لطبيعتها. قناعة سجلنا في موقع مجتمع واعي حق التطعيم اللي هو الصيني، بادرنا التسجيل ونادونا في الجرعة الأولى، نشيد في الصفوف الأمامية اللي ما قصروا، سهلوا لنا اللي هو حق التطعيم، والجرعة الثانية نفس العملية ما قصروا، نشيد فيهم. اللي ما تطعم يبتدي يبادر يروح يتطعم عشان نرجع حق الحياة طبيعية. الحمد لله رب العالمين، خذينا اللقاح وبادرنا علشان نحمي أنفسنا ونحمي أسرتنا من المرض والوباء إن شاء الله تعالى. وأنصح الشباب البحريني إنهم يبادرون ويأخذون اللقاح التطعيم عشان يحمون أنفسهم والمجتمع بأكمله. مملكة البحرين حرصت دائما على سلامة وصحة المجتمع، وأكدت على أهمية أخذ جميع الجرعات المضادة لفيروس كورونا في أوقاتها المحددة في جدول التطعيم، مع مراعاة ضرورة عدم الإهمال والالتزام بكافة المعايير الوقائية الخاصة بمكافحة انتشار جائحة كورونا. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.